السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقيت كلمة كده بيقول بلاش تتعلم ازاي تبقى ديزاينر عشان السوق بقى مليان، خليك ذكي وتعلم ازاي تعرف تستخدم ميد جورني. ميد جورني نفسهم اللي عملوا ميد جورني نفسهم لم يدعوا هذا، لم يدعوا ان اللي هم بيعملوه ده تصميم وينفع ان انت تشتغل بيه. يعني لو انت مثلا بتعمل البيت بتاعك مش هتقول له انا عايز اعمل لي حاجة شكلها حلو وتبدأ تشتغل فيها، لان هو البرنامج مش عارف ايه التصميم الصح، مش عارف ايه النسب الصح، مش عارف هي حاجه شكلها حلو لكن هل هتتنفذ؟ ممكن اصلا ما ينفعش تنفذ انشائيا و ممكن السستينابيلتي ما تنفعش. كل الحاجات اللي بتدرس في العماره، بتدرس في الانتيريو ديزاين، كل الحاجات دي اتمحت لمجرد ان الصوره شكلها حلو. الصوره شكلها حلو دي هتعلق على الحيطه ولا هتتحول لتصميمات؟ ممكن في المستقبل يخترعوا الذكاء الصناعي الفائق وينفع AI، بس حتى الان ما وصلناش لكده. فهو بيبيع الوهم، بيبيع مش عارف ب 20 جنيه حاجه زي كده يعني بنص دولار، باع الوهم للناس ان انت مش لازم تتعلم ديزاين، لا لازم تتعلم ديزاين ولازم تتعلم فوتوشوب ولازم تتعلم نفس الحاجات. هو هيكون اسهل لك طبعا، يعني الذكاء الصناعي بدا يخلي بدل ما الواحد بيبذل جهد في حاجات كتيره لا ممكن يختصر لك شويه، لكن ما يلغيش. ودي خطورته ان الناس بدات ايه، بدل ما اتعلم لا انا هخليه هو اللي يكتب لي كل حاجه وهو اللي يصمم لي وهو وهو وهو، والناس خلاص بقت ميح خالص. فدي كارثه الاعلان ده بحد ذاته كارثه. ويردنا ليه هو ما كانش راضي يشغل الذكاء الاصطناعي في بعض الدول؟ يعني دلوقتي جامعات كتيره جدا بدات تسمح باستخدام شات جي بي تي والذكاء الاصطناعي، ومبقتش تعتبره حاجه غش ولا حاجه خالص، لا بقى جزء من العمليات التعليميه، والدكاتره بتشرح للطلبه تستخدمه ازاي. ومفيش اي مشكله خالص ان انت تستخدم ميد جورني في ان هو يقول لك شويه افكار في التصميم، وبعد كده انت تبدا ان انت تاخدها وتعدل عليها وتبقى فاهم الالوان والحاجات دي كلها. يعني الميد جورني يقعد يتعلم ويعمل ماشين ليرنينج واحنا نقعد نتفرج على سمو شري؟ لا، لازم برضو احنا نطور من نفسنا ونتعلم. ولا ننسى قول الامام علي بن ابي طالب كما كل امرئ ما يحسن، فانت تبدا تحسن من نفسك وتتعلم حاجه جديده. لو ما عرفتش تتعلم بايثون وتبرمج جواه، لا اتعلم ازاي تتعامل معاه وازاي في حاجه اسمها انجينيرنج، برومت انجينيرنج. خلي بالك من كلمه برومت انجينيرنج، يعني ممكن واحد يكتب بيقول له اعمل لي تصميم، ممكن واحد يقول له ايه اعمل لي تصميم بيت من تصميم زها حديد ويكون بستايل معين او ينفع للبيئه العربيه ويكون في خلفيه كذا، ويعني تبدا تدي له افكار كتيره. فانجينيرنج برومت انجينيرنج بتبدا تدي له قوه، مش واحد خبط قال له صمم بيت وامشي. وخلي بالك كل ما بتتعامل معاه كل ما هو بيتدرب على حاجه. يعني لو انت بتقول له اديني شغل زوا حديد هيطلع لك حاجه ممتازه وقريبه فعلا من شغل زوا حديد. ليه؟ لان الناس كتير بتسال عليها، فهو بيبدا يدور ويبدا يكتشف ويبدا يجيب معلومه من هنا ومعلومه من هنا. فكل مشاريع زوا حديد اللي اشتغلت عليها هو اتغذى بيها. لما تقول له حسن فتحي، انا حسن فتحي ده ما سمعتش اسمه، او انا بحب حسن فتحي وبحترمه وانا الادمن بتاع صفحه حسن فتحي يعني، بس هو مش متدرب عليها، قليل اللي بيسال عليها. فهيجيب لك صوره يعني بسيطه خالص، لا ليس فيها ناس من يغلي من جوع، صمم شويه حاجات كده بالطوب الني وخلاص على كده خلص، ما تدربش عليها. لما تختار له تصاميم معينه او معمارين كويسين هو متدرب عليهم هيبدا يجيب لك بشكل حلو. لو انت قلت له اعمل لي تصميم لبيت مثلا في كفر بطيخه مثلا حاجه كده، هو ما اتدربش عليها فمش هيقدر يجيب، هيبدا يدور لو لقى كلمه هيبدا ياخدها ويحطها. انما لما تقول له صمم لي بيت مثلا في سويسرا يكون على البحيره ويكون من دورين ويكون تصميم مثلا اي تصميم انت عايزه، هيبدا نورمان فوستر مثلا وهكذا، تصميم داخلي وفي لوحه الفانجو، عنده تغذيه حلوه قوي، هيبدا ان هو يتعامل بشكل حلو. فاحنا عايزين نبدا نشوف نتعامل مع ميد جورني بشكل علمي، مفيش اي مشكله خالص، لكن هو لا يغني عن الديزاين، وتبدا ان انت تتدرب عليه وتتعامل معاه بشكل حلو ان شاء الله.